ارباب الطاكسيات هاد الناس المهنيين هاد 75% مزيانه لينا، ولكن حاجه وحده ضايعين فيها. هاد الحاجه اللي ضايعين فيها هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما عندناش. يديروا لينا عجوج في المياه ويعطيونا على سينيسيس نعيشوا فيه. حنا كنضلوا خدامين وحياتنا كتمشي هباء منثورا، على الاقل يشوفوا فينا ويحسنوا لنا الوضعيه ديالنا. واش فهمتي؟ يحسنوا لنا الوضعيه ديالنا وتحسن الوضعيه ديال العائله ديالنا، تولي عندنا التغطيه الصحيه، حتى لا مرضنا نداواو، دابا خدمنا نعيشوا، ما خدمناش ما نعيشوش. وهاد الازمه ديال كورونا وهاد الصندوق اللي داز سيدنا ديال جائحه كورونا، راه حنا استفدنا منه ومزيانه لينا هاد الاستفاده، راه على جوج المرات والثالثه هي جايه ان شاء الله في الطريق، راه مزيانه لينا. الحاجه وحده اللي كنطلبوا من الحكومه المغربيه وهي دير لنا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واخويا بالنسبه للطاكسي ولا مهمش بزاف، كاين شي نماذج خدامين فيه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ما عارفينش القانون ديال الطاكسي شنو هو، ما عندوش المنهجيه باش كيهضر مع الكليون، ما عندوش كيفاش. دابا الا وقعت لي اكسيدون ما كيعرفش يدير، ما يعرفش يعمر حتى الكروكي كوستاميا بل ما يعرفش يعمر، هذا علاش خدام في الطاكسي. وهذه راه ظاهره خايبه خويا، حيت الطاكسي شنو هو؟ رخصة الثقة. الطاكسي شنو هو؟ رخصة الثقة. راه خاص بنادم يكون شوية متواضع ويكون متخلق باش تتعامل مع الناس بواحد الطريقة همجية، راه ما كايناش هادي، ما كايناش كاع. كيبدا يعمر يشارجي في عباد الله وكيقول لك أنا ماشي سوقي، كيدير خمسة ولا ستة ويتم غادي عفات في الطريقة، عنده زيد ناقص. كنطالبوا أسيدي يقادوا لنا الأمور ديالنا، إما يطلقوا لنا ستة البليص وإما يخليوا ثلاثة كما كانوا. حيت دابا لقينا مشكل مع الناس ملي كنزيدوا بلاصه، كتخلص منه زيد عليه جوج دراهم كيقول لك لا سيدي هذا ماشي معقول، حنا ضايعين، حنا هادي، حتى حنا ضايعين، حتى حنا واكلين العصا. منين ديت ثلاثه البلايص ديال البرنوسي من هنا؟ اش من ربع عندي انا؟ 12 24 كيلومتر. وحاجه اخرى خاصهم يطلقوا لنا ذاك لاكيس، راه ما بغاوش يهديهم الله. حيت الناس المسؤولين ديال الطاكسي ولا فيهم واحد شويه ديال التماطل، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، ما لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صندوق الضمان الاجتماعي. صندوق الضمان الاجتماعي، بالنسبة لي أنا عندي 60 سنة، وغدا ولا بعد غدا ما نبقاش خدام، أش غادي ناكل؟ أش غادي نشرب؟ يلا شكون غير رحمك؟ وباشولي في 84 كنت كندير دروا فرونسي، قريت عامين في الجامعة، ورغم ذلك حنا غاديين في الدومين هذا الحمد لله. رسالة للمسؤولين اخويا، رسالة للمسؤولين، كنقول لهم خاصكم ديروا واحد البرنامج خاص ديال الطاكسي، وديروا واحد ندوة صحفية أمام الملا في التلفزيون في الشاشة، ويصرحوا بداك الشيء اللي كاين باش يطلقوا للناس يخدموا، إما ستات البلايص وإما يحبسوهم. علاش الطوبيس دابا غادي يسير شارج؟ طرامواي علاش غادي يسير شارج؟ الطاكسي ماله؟ علاش؟ الطاكسي ماله واش عنده؟ الطاكسي تو كيخلص قوانين، راه عنده قانون الطاكسي ديالو، وهذا هو اللي كاين اخويا. والله الله يدير شي مخرج لهاد الامه هذه.